أستاذ الدكتور نبيل كفراوي، أستاذ أمراض السكر والغدد الصماء، ورئيس مؤتمر المقام لوحدة السكر جامعة المنوفية، وعضو اللجنة القومية للسكر. النهاردة هنتكلم على أنواع مرض السكر. هو عدة أنواع. النوع الأول هو النوع المعتمد على الإنسولين، اللي هو بنسميه النوع الأول للسكر، وده عادة ما يصيب الأطفال، وبيبقى جاي بصورة شديدة في الأول مع ظهور حاجة اسمها الأسيتون. الأسيتون أو الأجسام الكيتونية دي بتبقى بداية لغيبوبة كيتونية، لو أهملت أو لو ما تعالجتش ممكن تؤدي إلى غيبوبة، وده زي ما قلنا عادة ما بيصيب الكبار، ونادرا بيصيب الكبار، عادة قصدي بيصيب اللي هو الأطفال، إنما قليلا ما بيصيب الكبار. وده معتمد على الإنسولين، نتيجة لأن الخلل اللي موجود فيه هو خلل في البنكرياس، بيبقى في خلايا البنكرياس بتبقى تقريبا منتهية، ما فيش أي خلايا بتشتغل، وبالتالي بيبقى فيه نقص شديد في الإنسولين. النوع الثاني من السكر ده نتيجة لزيادة مقاومة الإنسولين، يعني البنكرياس ضعيف وبيفرز إنسولين، إنما الإنسولين اللي بيفرزه مفعوله قليل شوية، فبالتالي بيبقى في زيادة مقاومة الإنسولين. مقاومة الإنسولين الزيادة دي بتخلي إن الإنسولين ما بيشتغلش كويس، فبقى محتاجين أدوية بالأقراص عشان تحفز هذا البنكرياس أو تحسن وظيفة الإنسولين اللي هو اللي بيفرزه. في هرمونات كتيرة نزلت في الفترة الأخرانية بتعالج النوع الثاني من السكر، عن طريق إن هي مثلا بتصبط أو بتقلل الجلوكوز اللي طالع من الكبد، بتقلل هرمون اسمه الجلوكاجون. كل ده بيساعد على النوع الثاني من السكر ينضبط نتيجة للعوامل اللي احنا قلناها. النوع الثالث هو سكر الحمل. السيدة الحامل بتبقى في الأول بادية من غير أي مشاكل ولا في أي مضاعفات ولا في أي سكر، إنما في الأسبوع 24 لل 26 عادة اللي عندها استعداد سكر ممكن يظهر عندها سكر، وبنسميه سكر الحمل. سكر الحمل ده طبعا لازم نبحث عنه في مجموعات معينة من السيدات، بيبقى بنعمل لهم سكريننج أو بنعمل لهم فحص دوري، وخصوصا أثناء الحمل، زي السيدات اللي هم الأوفر ويت أو البدينات، زي السيدات اللي كانوا عندهم سكر حمل قبل كده، زي السيدات اللي عندهم حويصلات على المبيض قبل الحمل. كل دول بنبقى لهم عرضة ان هم يجي لهم سكر حمل، وبالتالي دول بنبقى نبحث عن السكر عنهم يا اما من اول يوم في الحمل، يا اما في الاسبوع 24 للاسبوع 26 من الحمل. والنوع الرابع والاخير هو النوع الثانوي، اللي بيجي سكر نتيجة لخلل في الجينات مثلا، وتبقى دي عادة بتبقى نادرة جدا، زي الأمراض الجينية، أو مثلا واحد كان بياخد أدوية معينة زي الكورتيزون وابتدى ظهر له سكر. ده النوع الرابع والأخير من السكر. الحقيقة أن السكر غير الضغط، يعني الضغط بيعلى، فبالتالي بيبقى الإنسان متألم، وبالتالي بيروح يقيس ضغطه، ويقيس لما يقيس الضغط يروح ياخد دواء علشان يمنع الألم ده. انما في السكر مفيش، ما بيحسش باي حاجه، ممكن زي ما بنشوف ان بعد فتره طويله بنلاقي العيان جاي لك بسكر 400 و500 من غير اي اعراض، وعلى ده خطوره السكر ان هو بيجي من غير اعراض، والمريض السكر كمان بياخد العلاج وبتدي يبقى كويس ومش حاسس بحاجه، انما سكره عالي ما بيروحش لدكاتره وسكره عالي وغير منضبط، يقول لك انا متعايش مع السكر. الحقيقه ده مش صح، ان هو السكر العالي فترات طويله، مش فترات طويلة يوم ولا اثنين ولا ثلاثة، فترات طويلة شهور وسنين، بتؤدي فيما بعد إلى مضاعفات السكر. مضاعفات السكر كلها على الشرايين، مضاعفات السكر كلها على الشرايين، الشرايين الدقيقة والشرايين الكبيرة. الشرايين الدقيقة زي شرايين العينين، بيبقى في عنده يعمل ليزر في عينيه، شرايين الكلى يعمل زلال في البول، شرايين الرجلين وبالتالي أو الأعصاب بتاعة الرجلين، وبالتالي يجيله التهاب أعصاب طرفي. الشرايين المتوسطة أو الكبيرة زي شرايين القلب، شرايين المخ، شرايين القدمين، يعمل قدم سكري، يعمل ذبحات صدرية، يعمل جلطات في المخ. كل دي مضاعفات نتيجة للإهمال، بس الإهمال إيه؟ إهمال شهور وسنين زي ما اتفقنا، مش إهمال يوم ولا اتنين. يعني يبقى إذن الدنيا ملحوقة، ممكن إنك أنت حتى لو سكرك عالي لمدة شهر اتنين، ممكن تلحق بعد كده وتبتدي إنك أنت تنظم سكرك علشان تبتعد عن المضاعفات. بقيت كلمة مهمة جدا، إن المضاعفات لمريض السكر بتزيد 60% بالتدخين.
او بوجود ضغط عالي معاه، فيبقى لازم تتحكم في جميع عوامل الخطوره اللي هي التدخين اولا، ثانيا تظبط ضغطه كويس قوي، لازم يظبط كوليستروله والدهون كويس قوي. عندنا قاعده دلوقتي جديده من حوالي كام شهر قالت ان اي مريض سكر فوق 40 سنه لازم ياخد دواء كوليسترول حتى لو كوليستروله كويس، وده حمايه للجلطات وحمايه للشرايين اللي هي الجلطات اللي بتحصل في الشرايين، سواء شرايين المخ او شرايين القلب او شرايين القدمين. التعامل مع عوامل الخطوره المختلفه مع مريض السكر مهم جدا عشان نوصل بمريض السكر الى بر الامان بعيد عن اي مضاعفات تصيبه، ونرجو السلامه لجميع مرضانا ان شاء الله. وشكرا.